أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 23. ابن تيمية يكفر نفسه وأئمته كفرا بواحا صراحا. ابن تيمية يكفر نفسه وأئمته كفرا بواحا صراحا في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الجزء الأول. قال ابن تيمية، أقتبس ما يهم في المقام، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله نستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 90 و600 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماة، فأحلت السائل على غيري، فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر، ذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية. إذن ماذا يذكر في الجواب؟ ماذا يحكي؟ ماذا يقول؟ ماذا سجل؟ يقول: وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة والمبني على الكتاب والسنة المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ولما يعلم بالأدلة العقلية التي لا تغليظ فيها، وبينت ما يجب من مخالفة الجهمية المعطلة ومن قابلهم من المشبهة الممثلة، إذ مذهب السلف والأئمة أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها، وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه، كما يقال: المعطل أعمى والمشبه أعشى، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. أقول هنا تعليقات. الأول: شيخ التجسيم ابن تيمية يدين نفسه بنفسه ويكفر نفسه بنفسه، ويدين أئمته ويكفرهم ويكفر كل أتباعه. قال تيمية، قال نعيم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا يخفى على الجميع فظاعة وشناعة تشبيههم الله بالشاب الأمرد الوفرة الجعد
القطط عليه نعلان في خضرة موقر موفر عليه حلة لؤلؤ. وكذلك ما يقولون ويصرون عليه من رؤيا الرب في الآخرة وفي المعراج وكذا في الدنيا في النوم واليقظة، وأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرب الأمرد إما باليقظة وإما بالنوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. إذن وكذلك ما يقولون يصرون عليه من رؤيا الرب في الآخرة وفي المعراج وكذا في الدنيا في النوم واليقظة، وأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرب الأمرد إما باليقظة وإما بالنوم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وأن رؤياه كفلق الصبح وأن رؤياه وحي. فثبت يقينا إصرارهم على اتصافه بالصفات البشرية وتشبيههم للرب الشاب الأمرد الوفرة القطط، وتشبيهه بالإنسان في الرأس والشعر والعينين واليد والرجل والساق والقدمين والضرس والأسنان والمشي والهرولة والجلوس والتحرك والنزول، فهذا كفر ظاهر بواح صراح. وبحسب كلامهم وإقرارهم ومقاييسهم التكفيرية القاتلة، فهم أولى من غيرهم بالعقوبة والقصاص والقتل والتحريق والتمثيل، وبكل ما يقومون به من إرهاب بحق الناس هم أولى أن يقام عليهم هذا الإرهاب. التعليق الثاني قالوا: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وأنا منذ زمن قررت الرد عليهم، وقد سجلت العديد من الموارد وأعتبر هذه الأسطورة منها، وأسأل الله تعالى أن أوفق للبحث بما فيه مرضات الله ونصرة للإسلام والمسلمين، والذي سيكون تحت عنوان بيان تلبيس التيمية في تأسيس بدعهم الأسطورية والتكفيرية. وسأعمل على ذكر ما أستطيع من موارد البحث ضمن أسطورات التوحيد الأسطوري الذي نحن فيه الآن وبفضل الله تعالى ونعمه علينا. وأيضا سيأتي الكلام للإشارة إلى هذا العنوان الذي أشرنا إليه قبل قليل. التعليق الثالث: أقول دفع افتراءات التيمية على الجهمية لا يعني تبني مقولات وآراء الجهمية لا بعنوانهم الخاص ولا بالعنوان العام الذي يقصده التيمية وأشار إليه تيمية وغيره، من أن عنوان الجهمية إضافة للمعتزلة فإنه يشمل الأشاعرة والشيعة وغيرهم ممن يرفض التجسيم التيمي الأسطوري وحمل الصفات الإلهية على ما يفهمها عموم الناس من صفات وجوارح بشرية تنزل الخالق منزلة المخلوق في أجزائه وصفاته، وتعالى الله عما يقولون. أسطورة 24 أسطورة 24: رؤية العين بإجماع الأئمة وتدليس مارقة التيمية. رؤية العين بإجماع الأئمة وتدليس مارقة التيمية. أكرر ما ذكرت قبل قليل، أقول منذ سنين وقبل ظهور وتمكن المارقة من السيطرة على البلدان كان المفترض أن نبدأ ببحث علمي واضح البيان نرد فيه بالتفصيل على افتراءات وخزعبلات بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وكان المقرر أن يكون عنوان البحث بيان تلبيس التيمية في تأسيس بدعهم الأسطورية والتكفيرية، لكن حالت إرادة الجهل والنفاق والإفساد دون الشروع بذلك. وما تعلمون به مما وقع علينا من ظلم وقبح وفساد فهو جزء يسير جدا مما جرى، والله المستعان وهو أحكم الحاكمين. والآن كما فعلنا في الأسطورة السابقة، والآن نقتبس بعض الموارد من ذاك البحث بما يناسب المقام. في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع يقول: من يقول؟ ابن تيمية. ابن تيمية يقول: ثم قال القاضي، أي القاضي أبو يعلى، ثم قال القاضي: وروى أبو بكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس. القاضي وأبو بكر من أئمة الحنابلة، من أئمة
التوحيد الأسطوري من أئمة القول برؤيا الشاب الأمرد عينا جهارا بالعين في اليقظة ويدافعون ويستميتون بالدفاع عن هذا. ثم قال القاضي: وروى أبو بكر الخلال عن أكرم عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري. لاحظ، إذن يقول هي رؤيا عين. الآن ماذا رأى هناك؟ هذا ليس من اختصاصنا الآن، ولكن المهم في الأمر أنه يوجد رؤيا، وهذه رؤيا رؤيا عين. والنص الشريف ورد في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: يا رؤيا عين أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. يقول: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري. الآن القاضي يقول: روى الخلال. الخلال أتى بالرواية وقال هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره كما تقدم، لكنه لا يدل على رؤية الرب تعالى، لهذا لم يذكره الخلال. انتبه جيدا. طبعا عندما تدخل إلى تلبيس الجهمية يوجد كلام، يوجد تداخل في الكلام، يوجد أسماء، يوجد ضمائر ظاهرة مستترة لا تعلم إلى أين ترجع. هل هو رأي الخلال أو رأي القاضي أو رأي ابن تيمية أو قول ابن عباس أو أكرمة أو غير هؤلاء من العناوين والأسماء التي تذكر في البحث؟ لا تعرف، تحتاج إلى مؤونة. وعندما تصل إلى نتيجة بعد هذا بكل سهولة يأتيك جاهل من جهال التيمية يقول لك هذا الكلام ليس من كلام ابن تيمية أو ليس من كلام القاضي أو ليس من كلام أكرمة أو ليس من كلام الخلال أو ليس من كلام أحمد بن حنبل، ولا تعرف القضية عبارة عن تشويش وتشويه ونطنط من هنا إلى هناك، تقفيز، قفزة هنا وقفزات هناك، وهكذا مع بحوث ابن تيمية. إذن يقول: وهذا الحديث، التفت جيدا، يقول: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره كما تقدم، لكنه لا يدل على رؤية الرب تعالى، ولهذا لم يذكره الخلال. إذن هذا الكلام السابق وهذا الحديث صحيح رواه البخاري، من الذي يقوله؟ هذا القاضي يقول. إذن القاضي يقول: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره كما تقدم، لكنه لا يدل على رؤية الرب تعالى، ولهذا، التفت، القاضي يقول: هذا الحديث صحيح، ولكن هذا الحديث لا يدل على رؤية الرب، ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث رؤيا أو رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه. إذن عنده رؤية الرب ثابتة، والخلال عنده فصل، عنده أحاديث خاصة مصنفة تحت عنوان أحاديث رؤية محمد ربه صلى الله على محمد وآل محمد. إذن القاضي يقول: هذا الحديث صحيح، لكن لا يدل على رؤية الرب، وبدليل والدليل على أنه لا يدل على رؤية الرب، أو ما يدل على هذا، أو لأنه لا يدل على رؤية الرب، فإن الخلال لم يضع هذا الحديث في أحاديث رؤية الرب. واضح المسألة؟ إذن عندهم فصل، عندهم كتاب، عندهم عنوان، عندهم صنف من الأحاديث، عندهم مبنى، عندهم مسألة فيها أحاديث وتحتها أحاديث، هذه المسألة تحت عنوان رؤية الرب، رؤية محمد ربه صلى الله على محمد وآل محمد، واستغفر الله ربي وأتوب إليه. ويقول: لا يقولون برؤية الرب، ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، إنما ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء، فإنه أي الخلال قال تفريع ما ردت الجهمية الضلال
من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. يعني الآن القاضي يقول هذا الحديث لا يدل على رؤية الرب بدليل أن الخلال لم يضعه في أحاديث رؤية الرب، وإنما وضعه قبل ذلك، وضعه في أحاديث الإسراء عندما قال تفريع ما ردت الجهمية الضلال من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك. يعني ذكره في الفضائل، ذكره في أحاديث الإسراء، لم يذكره في رؤية الرب. ثم قال أيضا قلنا مؤونة في معرفة من قال وعمن القول. ثم قال أيضا استذرنا، ثم قال الخلال، أي القاضي يقول ثم قال الخلال ذكر الإسراء أخبرنا المروذي. طبعا هذا كل ما يقال هنا هو ابن تيمية الذي نقل هذا الكلام. الآن عندما ينقل هذا الكلام، ينقل هذا الرأي، ينقل هذا المبحث، ينقل هذا البرهان، ينقل هذا الدليل، تنقل هذه الرواية وتترك كما هي. وابن تيمية الآن في مقام بيان للرد على الجهمية، إذن هو يقر بهذا أو لا يقر بهذا؟ إذا كان لا يقر بهذا، لماذا لم يرد عليه؟ لماذا لم يبطل هذا؟ أم تركه للتغرير بالناس؟ ترك هذا وهو لا يقر به فهو تغرير بالناس، تغرير بالمتلقي، هو خداع، هو تدليس. إذن هو يقر به فتركه ولم يعلق عليه ولم يعقب عليه ولم يرد عليه في هذا المورد أو في مورد آخر، في أي مورد. يقول ثم قال الخلال ذكر الإسراء أخبرنا المروذي قال قلت لأبي عبد الله فحكي عن موسى عن عقبة أنه قال إن أحاديث الإسراء منام، فحكي عن موسى عن عقبة أنه قال إن أحاديث الإسراء منام، فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية. وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء، إذن الذي يقول بأن أحاديث الإسراء منام فهذا كلام الجهمية. يقول وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وأعطانيها، أي هذا المروذي يقول، فجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وأعطانيها وقال منام الأنبياء وحي. التفت جيدا، منام الأنبياء وحي. وقرأ عليه سفيان قال عمرو سمعت عبيد بن عمير. أنا كما فعلت سابقا أتيت لكم بالأدلة التي تدل على أن الرؤيا هي عين اليقين، هي حق اليقين، هي علم اليقين، لأن رؤيا النبي وحي. رؤيا النبي كفلق الصبح، النبي تنام عينه ولا ينام قلبه. يقول وجمع أبو عبد الله أحاديث الإسراء وأعطانيها وقال منام الأنبياء وحي. وقرأ عليه سفيان قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي. قال وأخبرني حمدويه الهمداني حدثنا محمد حدثنا أبو بكر عن يعقوب قال سألت يعني أبو عبد الله عن المعراج فقال رؤيا الأنبياء وحي. قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسألته فقال الجنة والنار قد خلقتا، وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين. يقول وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين وليس حلمهم كسائر الأحلام. التفت جيدا. يقول قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسألته فقال، أي قال أبو عبد الله الجنة والنار قد خلقتا، وفي هذا حجة أن رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي العين وليس حلمهم كسائر الأحلام. قال أبو عبد الله، نقله حنبل وأقر به حنبل وأقر به من نقله عن حنبل ومن أتى به هنا وسكت عنه. يقول قال الخلال أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني
عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أني رأيت 11 كوكبا. قال ابن عباس كانت الرؤيا فيهم وحيا. حدثني الحسن بن سلام عن سعيد عن ابن عباس في قوله إني رأيت 11 كوكبا قال ابن عباس كانت رؤيا وحيا. أخبرنا علي بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ابن عباس هي رؤيا عين أريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. قال ابن تيمية وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث طبعا أنا أقول قال ابن تيمية وضعت هذا بين قوسين وإنما تجد فاصلة وبعد هذا بعد الفاصلة وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث بعد ذلك يأتي يقول وكذلك فعل أبو بكر بالأبي عاصم بعد هذا تقول ثم قال الخلال. الآن من المتحدث؟ هل القاضي؟ هل ابن تيمية في مقام آخر الذي سبقه؟ هل الخلال لأنهم قبل هذا نقلوا عن الخلال؟ هل أكرم؟ هل عن ابن عباس؟ لا تعلم. إذن أنا أقول قال ابن تيمية وذكر الخلال لهذا. الآن إما قال ابن تيمية فعلا قال هنا أو هو ذكر هذا الرأي ولم يعقب عليه ولم يعلق عليه ولم يرد عليه ولم يرفض هذا الشيء. يقول وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث قد يقال إنما ذكره لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام. التفت جيدا. يقول لقول أحمد رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام وإن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام. التفت جيدا. هذا ابن تيمية يريد أن يبرر كلام أحمد. لاحظ قال ابن تيمية وذكر الخلال لهذا مع هذه الأحاديث قد يقال إنما ذكره لقول أحمد. ماذا قال أحمد؟ قال رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وليس حلمهم كسائر الأحلام. يقول وإن قوله هذا إذن كان ابن تيمية يقول وإن قوله قول أحمد عندما قال رؤيا الأنبياء رأي عين يقول وإن قوله رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام. لماذا يقول؟ يقول لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا كان لا يتوضأ إذا نام. ذكرنا هذه الأحاديث. إذن الآن ابن تيمية يقر بأن رؤيا الأنبياء يعني يقر بما قاله أحمد بأن رؤيا الأنبياء هي رأي عين بأن رؤيا الأنبياء هي رأي عين. إذن النبي شاهد الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط في خضرة عليه نعلان. إذن هذا الذي شاهده الذي رآه هل هو رأي عين كما يقول أحمد وكما أقر ابن تيمية هنا؟ إذن ابن تيمية أتى بفتح جديد أن هذا الكلام في المنام هو رأي عين. كيف يجمع في المنام ورأي عين؟ سنسجل هذا في التعليقات اللاحقة إن شاء الله. التفت جيدا. إذن أحمد ماذا يقول؟ يقول رؤيا الأنبياء في الأحلام رأي عين وابن تيمية يقر هذا لكن فقط يضيف شيء يوجه بعض الشيء. لاحظ عندما يحتاج إلى التوجيه يأتي بالتوجيه يحكي يتكلم ينطق. ما هو توجيه ابن تيمية؟ يقول رأي عين ما لا يقصد أحمد رأي عين يعني عندما يقول رأي عين لا يقصد يقظة يقصد أيضا هو في حالة نوم ورأي عين جمع بين النوم وبين رأي العين. إذن يقول ابن تيمية وأن قوله أي قول أحمد رأي عين لا ينفي أن يكون في المنام لأن في الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا كان يتوضأ إذا نام. يقول وكذلك أيضا أنا وضعت وقال ابن تيمية وكذلك فعل أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له فإنه قال باب ما ذكر في رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى. لاحظ أبواب فصول كتب رسائل مجلدات عن رؤيا الرب
عن رؤية الشاب الأمرد الوفرة القطط الجعد صاحب النعلين لابس الأخضر جالس في الأخضر في الخضرة يشجع الأخضر. وكذلك فعل يقول ابن تيمية وكذلك فعل أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، فإنه قال باب ما ذكر في رؤية نبينا في رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه، وقلنا المنام رؤيا عين حسب قول أحمد وحسب إقرار ابن تيمية وقول ابن تيمية. يقول باب ما ذكر في رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه، ثم ذكر حديث أكرم عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقتضي أنها عنده رؤية عين وأنها في المنام. يقول وكذلك فعل أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة له، فإنه قال باب ما ذكر في رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه، ثم ذكر حديث أكرم عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقتضي، ابن تيمية يقول فهذا يقتضي أنها عنده، أي عند أبي بكر بن أبي عاصم. يقول فهذا يقتضي أنها عنده رؤية عين وأنها في المنام. ثم روى حديث سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وروى عن مصعب بن سعد عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق، ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. التفت جيدا، إذن قال هي رؤيا عين، ويقول ابن تيمية فهذا يقتضي أنها عنده رؤية عين وأنها في المنام، أي رؤية الشاب الأمرد رؤية عين وإن كانت في المنام. التفت جيدا، يعني ابن تيمية عندما يقول في مقام ما في مكان ما، عندما يأتي جهال ابن تيمية يقولون قال هنا هذه رؤيا عين أو هذه في المنام، عندما يقول هذه يقصد في المنام، لا يقصد في المنام كما يراه الناس في المنام، وإنما عنده رؤيا المنام عند الأنبياء هي رؤيا عين، فقد شاهد الشاب الأمرد رؤية عين. يقول انها عنده هذا الفتح الجديد عنده، انها عنده رؤية عين وانها في المنام. ثم روى حديث سفيان عن سماك عن سعيد عن ابن عباس يقول كانت رؤيا الانبياء وحيا. اذا رؤية النبي للشاب الامرد الجعد القطط وحيا، كانت وحيا. وروى عن مصعب بن سعد عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأى في نومه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق، ما رأى النبي في نومه من الشاب الأمرد الجعد القطط فهو حق، فهو شاب أمرد جعد قطط عليه نعلان. فهذا يقول ابن تيمية فهذا جملة ما ذكره الخلال، ومقصوده به تثبيت الإسراء. لاحظ، فهذا جملة ما ذكره الخلال ومقصوده به تثبيت الإسراء. الآن هل قال هنا، هل قال ابن تيمية أو قال القاضي؟ لا نعلم، هذه يحتاج إلى مؤسسة مثل المؤسسات التي ألفت مؤلفات ونسبت هذه المؤلفات لابن تيمية، لأنها عناوين مختلفة وعبارة عن تدليس كبير، ففيه عدة أشخاص عدة أفكار عدة مستويات، وهو عبارة عن تدليس، فتجد فيه هذا التناقض، لا تعرف هذا الكلام ينسب لمن، هل للقاضي أو لابن تيمية أو لغيرهما. وقلنا على في كل الأحوال هو ذكره ابن تيمية، وما دام ابن تيمية لا يرد عليه فهو يقر به. يقول فهذا جملة ما ذكره الخلال ومقصوده به تثبيت الإسراء، وأنه حق، وأنه من صغر أمره بقوله هو منام وجعله بذلك من جسم منامات الناس فهو جهمي ضال، فهو جهمي ضال الذي صغر. يقول ويقول وأنه من صغر أمره بقوله هو منام وجعله بذلك من جسم منامات الناس فهو جهمي ضال،
لاحظ هذا الجهمي الضال لماذا يقول بأن الإسراء هو رؤيا منام وليست رؤية عين، رؤية منام وفي المنام وفي حال المنام وليست رؤية عين، لماذا يقول الجهمي هذا؟ هذا الجهمي الضال لماذا يقول هذا الكلام؟ طبعا هذه من العبارات المزوقة، من العبارات التكفيرية التي على أساسها يقتل الناس، لكن هذا تدليس واضح، هذه خيانة علمية، هذا إفك وافتراء. لاحظ هذا الجهمي الضال لماذا يقول، سيأتي الكلام لكن لا بأس بأن نشير إليه، لماذا يقول بأن الإسراء ما حصل في الإسراء هو رؤية منام في كل الرحلات في كل الوقائع من الإسراء أو في البعض منها، لماذا يقول هذا هو عبارة عن منام وجعل هذا من جسم منامات الناس؟ هذا الجهمي لماذا جعل هذا؟ لاحظ لأنه ليس عنده شيء، ليس أمامه شيء، عنده الآن إما أن يرضى بكل ما جاء به البخاري أو يكفر، يخرج عن الدين يخرج عن الملة ويكفر ويقتل، تخالف القرآن لكن لا تخالف البخاري. فإذا أتى الحديث، إذا أتت الرواية في البخاري في الإسراء تدل على رؤيا عين، ماذا تفعل؟ هل ترفض الرواية؟ لا يقبلون، لأن لك ولك الخيار في الكفر بالقرآن ولا تكفر بالبخاري، تطعن بالقرآن وترفض آيات القرآن وتحرف وتدعي تحريف القرآن ولا تحكي أي شيء عن البخاري، أو تؤول تقول لا يقصد بها رؤية العين، أيضا تعتبر من المؤولة وترجع القضية إلى الجهمية فتقتل على أساس الجهمية، أيضا لا يسمح لك التأويل لأنك ستكفر على أساس التأويل. كيف يخلص هذا الإنسان؟ كيف يخلص الجهمي؟ كيف ينزه الله سبحانه وتعالى من أن يكون شابا قططا جعدا أمرد؟ ينسب هذا، يقول هذه التي شاهدها هذا الإسراء الذي حصل هو في المنام ومن جنس باقي المنامات، فيرى الإنسان في المنام كل شيء وما في المنام لا ينطبق على ما في الخارج بهذه الطريقة وبهذه التبريرات. طبعا هذا التبرير الجهمي هو نفس التبرير الذي يفعله تيمية وابن تيمية واتباع ابن تيمية كما مر علينا في قضية الشاب الأمرد القطط، ماذا فعلوا؟ قال رؤية منام، وما ابن تيمية قال رؤية منام، وما يرى في المنام لا يشبه ما يرى في الحقيقة كما رأى يوسف الكواكب، وهكذا بدأ يبرر. تذكرون هذا الأمر؟ لاحظ التدليس، لاحظ العشوائية، هناك دافع عن أمر معين وأراد أن يحقق شيئا، وهو أن الرؤية وقضية الشاب الأمرد المطعون بها لا يطعن بها لأنها في المنام، وما يراه في المنام لا يشبه ما يراه في الواقع، ما يراه في العين، ما يراه في المنام يختلف عن ما يراه في العين، وكل إنسان حسب في الرؤية في المنام حسب المستويات الإيمانية والاستقامة والانحراف والفسق. تذكرون هذا الكلام؟ هذا نفس كلام الجهمية. الجهمية الآن ينتقد الجهمية ويعتبر الجهمية من الضلال لأنهم يقولون بأن ما حصل في الإسراء أو ما يرى في الإسراء من رؤى تدل على التجسيم فهي رؤيا منام. يقول فهذا جملة ما ذكره الخلال مقصوده به تثبيت الإسراء وأنه حق، وأنه من صغر أمره بقوله هو منام وجعله بذلك من جسم منامات الناس فهو جهمي ضال. والآن صار عندنا العلم لماذا الجهمي، بأي عنوان من الجهمي، الجهمي الشيعي، الجهمي المعتزلي، الجهمي الأشعري، أي واحد من هذه العناوين، الجهمي الصوفي، أي واحد منهم يقدس الله سبحانه وتعالى فينفي عنه التجسيم فيؤول هذه، يقول هذه ليست رؤية حقيقية، يعني بدل أن يطرح الرواية ويسقط الرواية فيلتجئ إلى الحل الأخف وهو أن يقول بأن هذا الإسراء حصل في المنام، هذه الرؤيا التي حصلت في الإسراء فهي رؤيا منام، وبعد هذا يقول هذه رؤية المنام لا تطابق الواقع، ممكن أن تخالف الواقع.
إذن هم هؤلاء الجهمية عندما التجأوا إلى هذا الحل، إلى هذا التأويل في المعنى، ما هو الغرض منه؟ هو تقديس الله، لا يريد أن ينزل الله منزلة الأجسام، منزلة البشر، لا يريد أن يشبه، لا يريد أن يجسم، والتأويل لا يقبل، يريد التجسيم ويريد التشبيه ويريد التمثيل ويريد البشرية لله سبحانه وتعالى. ثم قال الخلال بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، فذكر أحاديث الرؤية ولم يذكر فيها حديث ابن عباس المتقدم في قوله: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. فدل الخلال بذلك على أن حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية النبي، لم يقصد به نفس رؤية النبي ربه، وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا. يقول ثم قال الخلال بعد ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، فذكر حديث الرؤية ولم يذكر فيها حديث ابن عباس المتقدم في قوله: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. فدل الخلال بذلك على أن حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية محمد ربه، وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا. التفت جيدا، فقط أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الحديث وفق هذا الحديث، هذا له موضع من النقاش، لكن هو عندما من يأتي بهذا يقول: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، عندما يقول هذه رؤيا عين، ماذا يقصد بها؟ يريد أن يثبت للمقالب بأن رؤيا النبي هي رؤيا عين وانتهى الأمر. يعني من يأتي بهذه ويذكر هذه في رؤيا الرب، رؤيا الرب العينية، عندما يأتي بهذا الحديث لم يأتي بحديث غريب، لكن الغرابة في عقل ابن تيمية هو هذا مستوى ابن تيمية من التفكير، المستوى الضيق، العقل الضيق، العقل الصغير عند ابن تيمية وأتباع ابن تيمية لا يعرفون لماذا يأتي المستدل بهذا الحديث: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يقول: هنا عندنا رؤيا حصلت وذكرت، هذه رؤيا هنا ذكرت، وهذه الرؤيا بالأليف الممدودة رؤيا، هذه تدل على رؤيا نوم، لكن مع هذا يقول هذه رؤيا عين، أي يريد أن يثبت بأن رؤيا النبي على قول ابن تيمية في النوم فهي رؤيا عين. فهذا إذن هذه انتزع من هنا قاعدة، من هذا الحديث انتزع قاعدة، انتزع كلية، انتزع أصلا. ما هو الأصل؟ أن رؤيا النبي حتى لو كانت في المنام فهي رؤيا عين. الآن يأتي هذا ينقل هذه القاعدة الكلية، يطبق هذه القاعدة الكلية أين؟ في رؤيا النبي لربه في النوم، فيقول إذن هذا رأى ربه في النوم، إذن رآه بالعين وهذه رؤيا عين. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا عن ابن عباس أن رؤيا النوم هي رؤيا عين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى الأمر. إذن يقول: فدل الخلال بذلك على أن حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رؤية محمد ربه، وإنما هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا. فالمطلق يحتمل رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، لكن لا فرق بين ما يحتمله اللفظ، لكن فرق عفوا يقول لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. إذن أقول عندي تعليق أول وهو الذي سجلته قبل قليل، وعندي تعليق ثاني. تعليق الأول الكلام الذي تحدثنا عنه سابقا بأن الذي أتى بهذا الحديث وبهذه الرواية عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وما جعلنا رؤيتك إلا فتنة للناس، قلنا يأتي بها من يريد أن يأتي بها، أو ممكن أن يأتي بها الشخص والمستدل والعالم عندما يأتي بهذه، نقول يريد أن يثبت بها أن الرؤيا التي أراها والتي رآها هي رؤيا عين، أي ما يراه في المنام فهي رؤيا عين، كما فعل هذا وفتح هذا ابن تيمية هذا الفتح المبين، الفتح الجديد. هذا أولا. التعليق الثاني أقول عندما قال لكن يقول هو ما رآه ليلة المعراج مطلقا،
أي في رؤيا، هي رؤيا عين سواء كانت للرب أو لغير الرب. فالمطلق يحتمل رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، أو المطلق يحتمل رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. يقول لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. إذن عندي تعليق الثاني، يقول كلام غريب لأنه لا يصدر إلا عن شخص لا يعرف الدلالة اللغوية ولا يعرف الدال ولا المدلول فيها ولا يعرف منشأ الدلالة اللغوية وما هي ولا يعرف منشأ الدلالة اللغوية وماهيتها، فهو لا يعرف معنى النص ومعنى الظاهر، ولا يعرف أن الظاهر حجة كما أن النص حجة، ولا يعرف أن دلالة اللفظ على معنى يستفاد من الإطلاق كما يستفاد من العموم فيكون دالا عليه وحجة فيه. فالمعنى المطلق يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن ويدخل ضمن المنطوق يا ابن تيمية. فالمعنى المطلق يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن ويدخل ضمن المنطوق، فلا معنى لكلام شيخ تيمية أصلا، لأن المعنى المطلق يدل عليه اللفظ بالدلالة اللفظية. فهل جهل التيمية هذه الدلالة والمعاني اللغوية الواضحة والأساس في الفقه وأصول الفقه عندما يأتي يقول فالمطلق يحتمل رؤية النبي لربه؟ يقول لكن فرق بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه. المطلق يحتمل، هو المطلق يدل على اللفظ، يدل على المطلق، الدلالة تدل على المطلق، اللفظ يدل على المعنى المطلق، والمعنى المطلق فيه مصادق، فيه رؤيا الرب وفيه رؤيا غير الرب. فما معنى المقابلة بين المطلق وبين ما يدل عليه اللفظ، أو بين المطلق وما يحتمله اللفظ، أو بين ما يحتمله اللفظ وبين ما يدل عليه اللفظ؟ فأي هنا أي حصة من هذه الحصص التي يحتملها اللفظ؟ ليس عندنا ما يحتمله اللفظ، اللفظ يدل على المطلق بالمطابقة أو بالتضمن، اللفظ يدل على المعنى المطلق بالمطابقة أو بالتضمن. بعد أن دل على المعنى المطلق يأتي الكلام بعد هذا عن مصادق المعنى، هذه أين يعرفها ابن تيمية؟ هو يكفر المناطق ويكفر أهل الكلام ويكفر الفلاسفة، فهل يفهم هذه المعاني التي هي عبارة عن دار دور المنطق ودار دور الحكمة والكلام؟ أسطورة 25، أسطورة 25، نوم أو يقظة أو النوم اليقظة والرب الأمرد. نوم أو يقظة أو النوم اليقظة والرب الأمرد. قال ابن تيمية في نفس المصدر، قال ابن تيمية وقول الإمام أحمد هذا، يقول وقول الإمام أحمد هذا قول الجهمية. الآن أيضا أنا وضعت هذه الفاصلة، لكن هنا هل وقول الإمام أحمد هذا هو قول الجهمية أو قول الإمام أحمد فاصلة عن شيء يتحدث يقول هذا قول الجهمية لأن حديث المعراج لا تعرف؟ فكيف يفهمون التيمية ما قاله شيخهم؟ لا يفهمون، عبارة عن خزعبلات، عبارة عن كلمات متقاطعة ليس لها أول وليس لها آخر. يقول قال ابن تيمية وقول الإمام أحمد، أنا أقول أوجه هذه العبارة، وقول الإمام أحمد نقطتان شارحة، يقول عن شيء يتحدث عن قول، يقول هذا القول هو قول الجهمية، أي أحمد ينسب هذا القول إلى الجهمية، وقول الإمام أحمد هذا قول الجهمية لأن أحاديث المعراج تدل على أن الله فوق، لأن أحاديث المعراج تدل على أن الله فوق وغير ذلك، أيضا يعني تدل لأن حديث المعراج تدل على أن الله فوق وتدل على غير ذلك مما تنكره الجهمية. واضح المسألة؟ هذا قول أحمد. إذن قول أحمد، ماذا يقول أحمد؟ يقول هذا قول الجهمية. لماذا هذا قول الجهمية يا إمام أحمد؟ يقول لأن حديث المعراج تدل على أن الله فوق وغير ذلك، أي تدل على أن الله فوق وتدل على غير ذلك مما تنكره الجهمية. فالجهمية تنكر أن الله فوق، لا تنكر الجهل الله. إذا كان الله فوق إذن هو ليس تحت، إذن لا يوجد تحت، وإذا كان فوق فتشير إليه إلى الفوقية، ف
فقد أشرت إليه. يقول لأن حديث المعراج تدل على أن الله فوق وغير ذلك، وتدل على غير ذلك مما تنكره الجهمية، ويدفعون ذلك، أي الجهمية يدفعون ذلك بأي شيء. يقول فالجهمية يدفعون ذلك، يقولون بأن حديث المعراج منام. التفت جيدا، هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل. الجهمية إذا وجد، قلنا الجهمية المعتزلة، الجهمية من الأشاعرة ممن أيضا انتهج هذا المنهج، والجهمية من الشيعة ينزهون الله من التجسيم، يقدسون الله سبحانه وتعالى من الجسمية ومن الشبه بالمخلوقين. فماذا يفعلون؟ يقولون كل ما ورد من روايات تدل على الجسمية والتشبيه والمثلية بالمخلوقات فهذا هو رؤيا منام، هذه رؤيا منام. هذا الكلام من؟ هذا ليس لكل الجهمية، هذا الكلام يخص الجهمية الذي يقطع لسانه ويجد نفسه في نار جهنم واقعا وحقيقة إذا أراد أن يعارض البخاري. أما الجهمي المنفتح إلى الله والذي هو مع الله والذي يحترم عقله فيرفض الرواية من أساسها، يقول الرواية غير صحيحة لأنها تخالف الكتاب، تخالف السنة القطعية، تخالف العقل، فتضرب بالحائط، عرض الحائط، عرض الجدار، تضرب بالجدار كما أوصى أهل البيت سلام الله عليهم، كما أوصى أمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل ما عارض الكتاب والسنة فهو زغرف، فهو باطل. هذا ما أوصى به أمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا قدسية لكتاب بعد كتاب الله وبعد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطعية. فهل نقبل بخزعبلات هنا وهناك؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل بهذا. إذن ماذا يفعل الجهمية؟ ينزهون الله عن الجسمية فيقولون ما حصل في الإسراء، ما رؤية وما أري في الإسراء الذي فيه التجسيم والتشبيه فهذا حصل في المنام، وليس هذا عبارة عن رؤية عين، وإنما هي رؤية منام. والمنام يصيب ويخيب، يطابق ولا يطابق، يطابق من جهة ولا يطابق من جهات أخرى. واضح المسألة إذن هنا. يقول أحمد يقول ويدفعون ذلك بأن حديث المعراج منام. فقال أحمد، رد عليهم أحمد، منام الأنبياء وحي، وذلك يفيد أن ما ذكر فيه منها. التفت جيدا، إذن أتى بقول الجهمية وبرأي الجهمية وأتى بكلام أحمد ورد به على الجهمية. إذن هو يأخذ بكلام أحمد أو لا يأخذ بكلام أحمد؟ يا تيمية يا عقول فارغة. يقول وذلك يفيد أن ما ذكر فيه منها أو ما ذكر فيه منها أنه في المنام كحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس، وكذلك لو قدر أن جميعها منام يقول فإن ذلك لا يوجب أن يشبه برؤيا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رؤياه وحي، وهو تنام عينه ولا ينام قلبه كما جاء ذلك مصرحا به في حديث شريك. التفت جيدا، إذن ابن تيمية يفرع على كلام أحمد، يقول فقال أحمد منام الأنبياء وحي، وذلك يفيد أن ما ذكر أو ما ذكر منها أو ما ذكر فيه منها أنه في المنام كحديث الشريك بن عبد الله عن أنس، وكذلك لو قدرنا جميعا في المنام، يقول هذا الحديث أي حديث إذن يدل أو يشير إلى أنه في المنام فإنه عبارة عن رؤيا عين. لماذا؟ يقول حسب كلام أحمد وقول أحمد، لأن منام الأنبياء وحي، لأن الأنبياء ولأن النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، إذن حتى لو قيل في المنام فهي رؤيا عين.
إذن حتى لو قيل ودافع ابن تيمية ودافع كل التيمية من الإنس والجن على أن الرؤيا كانت في المنام فهي رؤيا عين، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، لأن رؤيا النبي وحي، لأن رؤيا النبي كفلق الصبع. إذن هو رأى الشاب، رأى ربه الشاب الأمرد الجعد القطط الوفرة عليه نعلان. لماذا يقول؟ يقول فإن ذاك لا يجب أن يشبه برؤيا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رؤيا وحي وهي تنام عينه ولا ينام قلبه، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث الشريك، فإن لفظه الذي في الصحيح عن أنس قال: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم. وقال أحدهم، أو في الرواية آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوه، أو جاءوا حتى أتوه ليلة أخرى، أو حتى في الرواية حتى جاءوا ليلة أخرى، حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. هناك أخذوه، الآن في المرة الثانية على أي حال أتوه؟ يقول: أتوه فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. في الرواية تقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. إذن يقول ابن تيمية: فلم يرهم حتى أتوه، يقول: فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه فيما يرى قلبه، حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. والرواية كما رواية: فتولاه جبرائيل ثم عرج به إلى السماء. يقول: وإذا كان كذلك كان هذا بمنزلة المغمض العين إذا تجلى لقلبه حقائق الأسباب وعرج بروحه إلى السماء وعاينة الأمور، فهذا ليس من جنس منامات الناس، وهو يقظة لا منام. من يقول؟ ابن تيمية يقول: وهو يقظة لا منام. ما يراه النبي يقظة لا منام، ما رأه النبي من رب شاب أمرد قطط جعد وفرة عليه نعلان في خضرة، فهو يقظة لا منام. إذن أقول الكلام واضح جدا، فتيمية يؤكد أنه يقظة لا منام، ويؤكد جدا أن منام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كمنامات باقي الناس، بل نومه يقظة يرى الأشياء ويرى الرب الأمرد الجعد ويرى نعليه وحلته، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم، إنه يقول وهو يقظة لا منام. قال القاضي: وروى أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان فيما خرجه من حديث الصفات بإسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى. لاحظ، كل واحد له صفة، كل واحد له معجزة، كل واحد له خصلة. يقول عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فقط أيضا أشير لشيء، لماذا يقدم هنا؟ يعني كل واحد عندهم، عند التيمية، عند المارقة، كل واحد له خصوصية وفي مقام. ما ابن عباس الآن لا يناقش في شيء مما يقول، في نقطة لا يناقش فيها، كل ما يأتي الآن عن ابن عباس فهو صحيح وتام، كأنه أتى من النبي، كأنه هو عبارة عن وحي يوحى، ما دام يصف في التوحيد التيمي الأسطوري حسب تفسيرهم وحسب تأويلهم. أما عندما تأتي إلى رواية ابن عباس في الفقه أو في الأمور التاريخية في السيرة الذي يخالف منهج التيمية والمارقة وحكام المارقة، يناقش ابن عباس و
إيمان ابن عباس وعمر ابن عباس وفقه ابن عباس وهل أفقه من وغيره أفقه من وهكذا. هذا الأسلوب مع ابن عباس ومع غير ابن عباس، لكن الشاهد شاهد الكلام عن ابن عباس الآن. يقول إذن بإسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. إذن لاحظ انتهى الأمر. التيمية يقول الخلة لإبراهيم وكلام لموسى ورؤية لمحمد، فإذا لم تصدق بأن الخلة والألفة والعلاقة والصداقة الحميدة بين الله وبين إبراهيم كالصداقة بين الناس بين الأصدقاء، فأنت كافر، فأنت جهمي، فأنت مباح الدم والأرض والمال. وإذا تنكر الكلام العادي بين الناس الذي له مقدمات وأسباب وأعضاء وأجزاء حتى يصدر الكلام، ويوجد في المقابل الجهاز والعضو الذي يستقبل الكلام ويفسر الكلام ويحلل الكلام ويفهم الكلام، إذا لم تقل بهذا الكلام الطبيعي بين الناس فأنت جهمي كافر. وكذلك في الرؤية، إذا لم تقل بالرؤية الحقيقية رؤية العين للشاب الأمرض الجعد ولغيرها من سفاهات فأنت جهمي كافر مرتد وثني ملحد، يجب أن تقتل. إذن بإسناده عن ابن عباس قال: كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين. قلت أي ابن تيمية: وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. قال القاضي: وروى أبو حفص بن شاهين في سننه بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، أنه رآه بفؤاده مرتين، وهو الذي اتبعه أحمد واحتج به عن ابن عباس كما تقدم. وأما هذا التقييد فمن وضع بعض المتأخرين، أي تقييد يتحدث عنه، ليسنا في مقام البحث عن التقييد الذي يتحدث عنه ابن تيمية. قال القاضي: وروى أبو حفص بإسناده عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه بفؤاده مرتين. وروى أيضا بإسناده عن أكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله على محمد وآل محمد، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. قال القاضي: وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة المعراج، وإنما هو راجع إلى رؤيته في المنام في غير تلك الليلة، رآه بقلبه على ما نبينه فيما بعد. قلت أي ابن تيمية يقول: هذه الألفاظ المتأخرة ثابتة في الصحيح عن ابن عباس، وهو ذكرها في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. يقول: ولم يقل ابن عباس أن الرؤية بفؤاده كانت في المنام بل تكون في اليقظة. التفت بعد كل هذا الكلام الطويل يؤكد الرؤية العين، وبعد هذا يصر عليها، وبعد هذا يفوق الجميع برؤية العين. التفت ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: هذه الألفاظ، هذه يعني كل القيود التي وضعت، يقول هذه لا معنى لها، كل القيود باطلة. يقول: هذه الألفاظ المتأخرة قلت أي ابن تيمية، قلت أنا وضعت بين قوسين ابن تيمية، هذه الألفاظ المتأخرة ثابتة في الصحيح عن ابن عباس، وهو ذكرها في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى. ولم يقل ابن عباس، يعني يقول ولم يقيد ابن عباس بشيء، يقول ولم يقل ابن عباس أن الرؤية بفؤاده كانت في المنام بل تكون في اليقظة. إذن هذه رؤيا أين؟
في اليقظة، ولقد رآه نزلة أخرى أين؟ في اليقظة. أقول يؤكد ابن تيمية على أن الرؤيا لم تكن في المنام بل كانت في اليقظة. الرؤيا لم تكن في المنام بل كانت في اليقظة، هذا هو رأي ابن تيمية. فعن أي إنكار تتحدثون؟ من أجل التغيير بأنفسكم والتغيير بالآخرين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.